مشاهدي ومتبعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في مباشر جديد. كيف كتشوفوا في هذا الأثناء من بعد ما لفظات مياه بحر شاطئ عين دياب واحد الجثة ديال واحد الشاب اللي كانوا من قبل العائلة ديالو كيقلبوا عليه، كنشوفوا دابا في هذا الأثناء بأن رجال الوقاية المدنية كيحملوا الجثة ديال هذا الشاب في اتجاه سيارة الإسعاف من أجل نقلها إلى المستشفى. شوف تيفي صحافة صحافة اخويا، شوف تيفي اخويا صحافي هاكا اخويا، نبينك نعطيك البطاقة. اي غا انا بروفيسيونيل معاك، غا ما خلاونيش ندخل من ليه. ايوا ما خلاوش خلوني ما نخدمش انا. إذا كيف شفتوا معنا هذه جثة ديال واحد الشاب اللي لفظاتو مياه بحر شاطئ عين دياب الدار البيضاء، كيتم نقلو من طرف عناصر الوقاية المدنية في اتجاه مستشفى مولاي يوسف. أكيد غادي تفتح تحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية كيفاش غرق. كتشوفوا بكاء وانهيار العائلة ديال هاد الشاب. منظر جد مؤلم ديال الأسرة ديالو كتبكي في هاد الأثناء. قلنا إلى هنا نأتي على نهاية هذا المباشر، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.